يقول السائل: هل يستحب للمسافر أن يأتي بالسنن الراتبة؟ المسافر الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالسنن الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. أما السنن الرواتب مع الظهر مع العشاء فهذه يتركها مع العصر، العصر ليس له راتبة، العصر ليس له راتبة، لكن مع الظهر مع المغرب مع العشاء هذه يتركها. نعم.